السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي بي تي جو الموقع ده عبارة عن ايه؟ ان انت بتدور على حاجة بيجيب لك النتيجة من جوجل ويجيب لك النتيجة من شات جي بي تي، لا اكثر ولا اقل. يعني الفكرة نفسها ممكن حد يعملها ببساطة، يعني هو مش عامل محرك بحث جديد، لا هو بيعتمد على جوجل في البحث وبيعتمد على شات جي بي تي في السؤال. طيب خلينا كده نسأله مثلا، وليكن نسأله مثلا عن العمارة الإسلامية مثلا، تمام؟ دي كلها النتائج دي جايه من جوجل، وهنا النتائج اللي هتيجي من شات جي بي تي. دي فكره الموقع باختصار.